مع كثرة أعداد المصابين في قطاع غزة كانت الحلول جدا صعبة، لكن دولة الإمارات ابتكرت هذا الحل، المستشفى العائم في منطقة العريش في جمهورية مصر العربية. أي شيء يخدم أخواننا وشقائنا فلسطين نفتخر به. سيارات الإسعاف متواجدة هنا، أول ما تيجي الحالات يأخذونها ويطلعون على الطابق اللي فوق. خلنا نسير نشوف شو في الطابق اللي فوق. طبعا هذا اللاب المجهز بكل الأدوات الحديثة. مختبر فيه ميزة معينة، أن كل القدرات موجودة عندنا، حتى توفير أكياس الدم. راويكم مثال لغرفة العمليات، شوفوا كيف النظام. نموذج افتخر به كقدرة من قدرات المستشفيات الميدانية. أجهزة حديثة حاطينها بطريقة ساهمت أن هذه الغرفة يتم فيها عمليات معقدة جدا. وأنا أتحدى أي واحد يقول لك خلال فترة بسيطة أقل من أسبوعين مسوين 3 عمليات جراحية للمفاصل. طبعا هذه غرفة العناية المركزة، اعتني بالحالات الحرجة والحالات اللي ممكن يكون عندها تلوث من أحد الفيروسات والبكتيريا. ريد زون طبعا حالات الطارئة، قبل ما تدخل غرفة العمليات يتم استقبالها هني، يسوون بعض الفحوصات قبل لا يدخلون لغرفة العمليات. الجيد في الخيم هذه في ظل الظروف والمناخية الصعبة تعطيك درجة الحرارة المناسبة للمريض. يقولك وايد صعب أن يكون في غرفة للتعقيم في مستشفى ميداني، فهني عندنا جهاز جهازين مختلف الأجهزة. هني شوفوا بهذا الحجم لتعقيم الأدوات الطبية، وفي بعد هني لتطهير الأدوات الطبية. لنا قدر على التعقيم لتجهيز 15 عملية في اليوم. غرفة إكسري في هذه المساحة، هذا من الرصاص عشان ما يكون في أي تأثير على المرضى وعلى الكوادر الطبية الموجودة. تم لنا الحين ما شفناه في هذه المستشفى، صيدلية مثلا، هذه صيدلية، ولأن في أدوية محتاجة درجة حرارة منخفضة جدا، فبعد عندنا مكان خاص لتخزين الأدوية. طبعا تعرفون الدكاترة يحتاجون دائما يستشيرون بعض، هذه الغرفة يجتمعون الدكاترة يستشيرون بعض. ولا وبشركم مع هذه الشاشة اللي في الخلف تم اللقاء والنقاش مع كثير من الدكاترة على مستوى العالم. صراحة أنا قالوا لي بنزور مستشفى عام، بس بهذه الإمكانيات وبهذه الطريقة أنا ما توقعت.